اما انا بقى جات لي حته فكره، انا بفكر ان حضرتك تيجي معانا ونروح لطنط سوسو. طنط سوسو مين؟ حماتي وعمتي. حماتك اللي هي تبقى ام جلال الله يرحمه. الله يرحمه. اه هي كمان تبقى عمتك؟ اه عمتي، ما احنا قرايب اتجوزنا من بعض. طب يتجوزوا عادي، بس ساعات بيحصل تشوهات في الاطفال. لا الحمد لله احنا ما عندناش حاجه من دي الحمد لله. اه ما باين. طب اه احنا نروح لطنط سوسو، بس مش عارفه ناخد ورد وتورته ولا ناخد ورد بس. اه يعني اجي معاكم وناخد لها تورتايه وورد، ولا نخليها في عيد ميلادها بحيث تبقى مفاجاه احسن؟ لا دي تكون ماتت. اه ممكن انا اموت بعد الشر. انت زي ابني، ما تقولش كده. انا عايزاك تيجي معانا. طب يعني عايزاني اجي معاكم ليه مشوار زي ده؟ حضرتك حضرة الضابط، لما تيجي تحكي لها اللي حصل هتصدقك على طول. ولا ننزل الحجز؟ لو النبي ما تبقتش في الحجز. اصلا انا شايف ان الحجز انسب حاجه دلوقتي. لا 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 انا كويس قوي، انا بس عطشانه عايزه ابق ميه. يا عوض. تمام يا فندم. ليه؟ هات ازازتين ميه للدكتوره وابنها. حاضر يا فندم. ممكن استعمل التليفون بتاع حضرتك اكلم اخو المحامي بتاعي اللي في كندا؟ هو برضو محامي بس هكلمه هو هنا في مصر. ممكن؟ اسمه اكرم. اكرم طارق عشان اخو مصطفى. ايوه ايوه طارق. طبعا عايزه موبايلي يعني. اذا سمحت. يا رب نخلص. وانا هطلع نمره حالا دلوقتي. ادي موبايلي اتفضل. ميرسي، ربنا يخليك يا رب. هات فين الورقه انا ناقصاكي. اتفضل يا فندم. خلاص روح انت. تحت امرك يا فندم. الو. ايوه استاذ اكرم. مين معايا؟ انا سميحه صاحبه اخوك اللي في كندا. العيله كلها صاحبه اخوك اللي في كندا. مصطفى اخويا كندا. ايوه خير يا دكتوره؟ في حد يتصل بحد في وقت زي ده؟ ايوه النبي تجيلنا، احنا في اسم قصر النيل انا وابني. الله يخليك تعالى بسرعه. حاضر حاجه بسرعه، بس فهميني في ايه الاول. الو ايوه دكتوره سميحه. الو الخط اتقطع. يا دكتوره السكه قطعت. خير اللهم اجعله خير. قلبي بيلعب زي الطير. شكمان نايم جنبي.